السلام عليكم ورحمة الله حبايبي طلاب جريد 4، معاكم مستر اسلام. ان شاء الله النهاردة هنكمل الدايجستيف سيستم. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الدايجستيف سيستم وقلنا ان هو عبارة عن سيستم هيعمل ايه. كان السيستم ده بيعمل بريك، كان بيعمل بريك داون للفود، كان بياخد الفود ويعمل له بريك داون، يعني كان بيعمل له اتشينج تو سمولر بارتس، بيبدأ يحوله لسمولر بارتس. ليه؟ علشان البادي هنا يبدأ ان هو يستفيد منه، وكمان يبدأ يعمل منه جيت ايه انرجي، عشان يبدأ يحصل على الانرجي اللي هو ايه محتاجها. وقلنا اللي احنا عندنا حاجة اسمها digestion process. digestion process digestion process كنا بنتكلم فيها عن ايه. الدايجستشن بروسيس ديت عبارة عن بروسيس فيها بيحصل بريكنج داون للفود انتو سمولر بارتس، يعني نفس بردك الكلام. يعني احنا عندنا الفود اللي احنا هناكله، الفود ده احنا عايزين نحوله لسمولر بارتس، والسمولر بارتس ديت احنا هنسميها بعد كده نيوترينس. هنسميها ايه؟ نيوترينس. والنيوترينس دي هي اللي هتدينا الايه؟ هي اللي هتدينا الانرجي. فمين اللي هيقوم بالفانكشنز دي؟ اللي من الفود يحصل له بريك، يحصل له بريك داون ان هو يبدا يتحول لسمولر بارت. البروسيس دي اسمها ايه؟ دايجستشن بروسيس، عمليه الهضم. وخدنا الاستراكشر بتاع الدايجستشن او الدايجستيف سيستم سوري، وعرفنا ان الفيرست اورجان عندنا هو مين. الفيرست اورجان عندنا هو ماوس. الماوس ده عايز اعرف عنه ان هو الفيرست اورجان، هو الفيرست اورجان ان دايجستيف سيستم، اول معلومه عايز اعرفها عنه. كمان عاوز اعرف ان الماوس ده بيحصل فيه بيجين للدايجستشن بروسيس، بيحصل بيجين ان ماوس تو دايجست، بيبدا الهضم عند الماوس. يعني لما يجي لي سؤال complete ويقول لي in digestion process begin in dots، هبدأ انا اقول له ايه؟ هقول له هي begin هنا بمعنى start، فهو بيعمل start at ايه؟ at mouse، بيعمل start at ايه؟ mouse. واخدنا المرة اللي فاتت بردك ان الماوس دوت بيتكون من 3 parts اللي هما teeth و tongue و saliva. teeth tongue saliva teeth tongue saliva. ال teeth ديت كانت الفانكشنز بتاعتها اللي هي بتعمل crush food، بتعمل crush food، بتعمل crush food، يعني بتبدأ ان هي تكسر وتطحن الطعام. طبعا ده بيحصل during showing. لكن بالنسبة للتانج كان بيعمل ايه؟ التانج دوت بيعمل mix food with saliva، mix food with saliva، mix food with saliva. لكن بالنسبة للسلايفا كانت بتعمل moisten food to break down easy، بتعمل ايه؟ بتعمل moisten food، يعني بتبدأ تخليه شبه الليكويد. هي اساسا عبارة عن ايه؟ ليكويد اوف ذا ماوس. يعني لو سألني سؤال وقال لي ليكويد انسايد ذا ماوس، اوتوماتيك هعرف ان هو مين؟ السلايف. ايه ده كان الفيرست اورجان اللي هو مين؟ اللي هو الماوس. طيب نمبر 2 عندنا كان الثروت، كان مين؟ الثروت، او ليه اسم تاني اللي هو اسمه ايه؟ فارينكس. اسمه ايه؟ فارينكس. طيب الثروت والريفارينكس دوت طبعا احنا عارفين اللي هو موجود بعد الماوس على طول، وهيبدا ياخد الفود من الماوس. طيب هو كمان عباره عن كومن، كومن كافيتي، كومن كافيتي يعني مشترك بين تو سيستمز، بين دايجستيف، بين دايجستيف اند respiratory، between digestive and respiratory systems. يعني هو موجود هنا وهنا، عشان كده انا بقول عليه ايه؟ علشان كده انا بقول عليه ان هو common، هو common cavity.
نمبر 3 عندنا هو مين؟ الاسوفجس. هو مين؟ الاسوفجس. بالنسبه للاسوفجس ده عباره عن ايه شكله؟ عباره عن ماسكولار تيوب. ماسكولار تيوب، ماسكولار تيوب يعني انبوب عضلي. طب هو بيعمل ايه بالظبط؟ هو بيعمل allow food to move from throat. allow يعني هيسمح للفود to move from dots to dots. عشان ممكن يجي لنا في complete فاحنا هناخد السؤال زي ما هيجي. الاسوفجس ده اساسا اللوكيشن بتاعه فين؟ يعني هو مكانه فين؟ واحد هيقول لي هو موجود بعد الثروت وموجود قبل الاستومك، يبقى هو هياخد الفود ويعمل له موف من عند مين؟ هياخد الفود ويعمل له موف من عند الثروت ويوديه عند مين؟ ويوديه عند الايه؟ عند الاستومك. يبقى الاسوفاجس الفانكشنز بتاعته اللي هو allow food to move from throat to stomach، هياخد الفود من الثروت ويوديه لحد كده الاستومك، وكده الفانكشنز بتاعته انتهت. نبدا نخش على نمبر 4. نمبر 4 stomach. ستومك ال H طبعا عندنا سايلنت. اول حاجة الستومك دي عبارة عن ايه؟ هي muscular organ. هي عبارة عن muscular organ، هي عبارة عن عضو عضلي. طب هي بتعمل ايه بالظبط؟ قال الستومك ديت بتعمل ايه؟ بتعمل ميكس للفود. الفود اللي دخلها هتعمل له ايه؟ ميكس فود ويز، هتعمل ميكس الفود مع حاجتين، مع ستومك اسيد، مع ستوميك اسيد. في اسيد موجود جوه الستوميك فبيتسمى على اسمها ستوميك اسيد، هنعرف اسمه لما نكبر شويه. وكمان مع دايجستيف جوسز. دايجستيف جوسز، الدايجستيف جوسز دي احنا هناخدها بردك لما نكبر، هنسميها ايه؟ انزيمز. هنسميها انزيمز. يبقى اول حاجه هتعملها الستوميك ايه هي؟ هي لما الفود يوصل لها ويجي من عند الاسوفاجس هتعمل له ميكس فود مع حاجتين، مع ستوميك اسيد ومع دايجستيف جوس. طب لما هي تعمل له ميكس ايه اللي هيحصل للفود؟ لما الاستوميك هتعمل ميكس الفود ده هيتحول لايه؟ الفود ده هيتحول لصوبي ليكويد. هيتحول لصوبي ليكويد يعني ماده شبه كده الايه؟ السائل. يبقى مين هو الاورجان اللي هيعمل تشينج فود فروم، هيعمل تشينج فود انتو صوبي ليكويد؟ هقول له اللي هيعمل كده هو الاستوميك. طيب باي ايه؟ عن طريق ان هي هتعمل ميكس مع حاجتين اللي هما الاستوميك اسيد، وكمان حاجه تانية اللي هو الدايجستيف جوسز. ماشي، يبقى احنا كده عندنا في فانكشن للاستوميك اللي هي هتعمل ميكس فود مع الاستوميك اسيد مع الدايجستيف جوس وتحوله لصوبي ليكويد. طيب الفود يعني بعد ما يعمل كده هو الفود هيقعد في الاستوميك كتير؟ قال لي يعني الفود هنا هيعمل ستاي، الفود هيعمل ستايز فور فيو اورز ان استوميك. الفود هيبقى لفيو اورز في الاستوميك. طب وبعد ما يبقى لفيو اورز في الاستوميك هتبدا بقى المسلز بتاعت الاستوميك تعمل له موف وتوديه على السمول انتستين. نبدا ناخد بقى السمول انتستين. السمول انتستين بالظبط تعالى الاول نوصفها. احنا عارفين اللي هي افتر استوميك. طيب ايه ومفيش بينهم طبعا اي كونكشن. السمول انتستين اول حاجه عايزين نعرف ايه؟ ان هي لونج ويندنج. لونج ويندنج تيوب، يبقى اول معلومه عايزين نعرفها عن السمول انتستين هي لونج ويندنج تيوب. لونج ويندنج تيوب يعني انبوبه طويله وكمان ملفوفه. طب طويله قد ايه؟ قال لي اللينث بتاعها مور ذان 6 مترز. مور ذان 6 مترز، اللينث اوف سمول انتستين بيكون مور ذان 6 مترز، اكتر من 6 مترز. طيب يبقى احنا كده عرفنا الشكل بتاع السمول انتستين اللي هي عباره عن
long winding tube اللي اللينس بتاعها بيكون more than 6 meters. واخر حاجة كمان عرفناها ان هي بيكون after stomach. كده ده اللوكيشن. طب انا عايز بقى الفانكشنز بتاعها. طبعا احنا عندنا ايه، في حاجة اسمها ليفر وفي حاجة تاني اسمها بنكرياس. الليفر والبنكرياس دول هيعملوا حاجة ويساعدوا السمول انتستين. هما الاتنين هيطلعوا ايه؟ جوسس. هما الاتنين بيطلعوا ايه؟ جوسس. والجوسس دي هتروح عند مين؟ هتروح ان سمول انتستين. هتروح فين؟ ان سمول انتستين. هتيجي بقى السمول انتستين عن طريق اللي هي خدت جوس من البنكرياس والليفر وايه، وبعد كده تعمل بريك داون للفود انتو نيوترينز. يبقى تعالى كده ناخد بقى الفانكشنز بتاعت مين، الفانكشنز of small intestine. ايه هي الفانكشنز بتاعت small intestine؟ هي هتاخد الفود اللي جالها من عند الاستومك وتحوله لايه؟ لنيوترينز. هتحوله لايه؟ لنيوترينز. هتحوله لايه؟ لنيوترينز. طب مين اللي هيساعدها في الموضوع دوت؟ اللي هيساعدها في الموضوع دوت الجوسز. الجوسز بتاعت مين؟ of liver and pancreas. الجوسز بتاعت الليفر والبنكرياس هي اللي هتعمل help عشان تعمل للفود بريك داون. هتعمل الفود ده بريك داون وتحوله لايه؟ اند تشينج تو نيوترينز. يبقى السمول انتستين هتعمل ايه؟ هتعمل تشينج فود، تشينج فود ماشي، اند بريك داون، وكمان هتعمل له بريك داون انتو وات؟ انتو نيوترينز. انتو نيوترينز. مين اللي هيعمل تشينج فود اند بريك داون انتو نيوترينز؟ هو السمول انتستين. طيب بعد ما الفود يتحول لنيوترينز، ازاي بقى البادي هيبدا يستفيد من النيوترينز دي وازاي البادي هيبدا ياخد منها انرجي؟ فاحنا عندنا في حاجه اسمها ايه، وول اوف سمول انتستين. في حاجه اسمها وول اوف سمول انتستين، الجدار بتاع السمول انتستين. هيعمل ايه الوول اوف سمول انتستين؟ الوول اوف سمول انتستين بيعمل ايه؟ ابسورب نيوترينز. بعد ما بتبدا الفود يتهضم جوه السمول انتستين بيبدا الوولز بتاعت السمول انتستين تعمل له ابسورب. طيب هتعمل له ابسورب ثرو ايه؟ عن طريق مين؟ قال ثرو تايني سمول، تايني هي سمول طبعا، بلاد فيسلز. عن طريق مين؟ سمول بلاد فيسلز. بلاد فيسلز اللي هي طبعا ايه؟ الاوعية الدموية ماشي. وهيجي طبعا هنا البلاد فيسلز ديت هتعمل ايه؟ هتعمل كاري، هتنقل النيوترينز تو اول بادي وتوديها لكل البادي. فكده البادي استفاد من الايه؟ من النيوترينز. يبقى النيوترينز اللي هي كانت فود الاول وحصل للفود بريك داون جوه السمول انتستين ماشي، هيجي الولز بتاع السمول انتستين ويبدا يعمل لها ابزورب، ياخدها ويوديها عند مين؟ عند البلاد فيسلز. والبلاد فيسلز هتعمل ايه؟ هتبدا ان هي تاخد النيوترينز دي وتوديها للاول ايه؟ للاول بادي. يبقى احنا عندنا كان في فود وصل لحد السمول انتستين حتى لو كان في صوره سوبي ليكويد. الفود ده اتحول لايه؟ اتحول لنيوترينز جوه السمول انتستين. طيب وبعد كده النيوترينز ديت هيحصل لها ابزورب عن طريق الوول بتاع السمول انتستين وتروح عند البلاد فيسلز. يبقى هي هنا الاول كانت فود، نركز واحده واحده كده، كان فود، كان فين؟ ان سمول انتستين، كل الكلام ده احنا بنتكلم فيه. فالسمول انتستين هتعمل له بريك داون، هتعمل له بريك داون، بريك داون. طب لما تعمل له بريك داون هيتحول لنيوترينز، هيجي يحصل له ابزورب، النيوترينز دي هيحصل لها امتصاص باي وول، هيمتصها الوولز بتاعت مين؟ بتاعت السمول
intestine. لما تمتصها هتوديها فين؟ هتوديها عند ال blood vessels، هتوديها عند ال blood vessels، الأوعية الدموية. الأوعية الدموية ديت هتبدأ تاخد النيوترينس وتوديها للإيه؟ للأول بادي. يبقى النيوترينس الأول كان مكانها فين؟ جوه ال small intestine، وال small intestine وديتها عند مين؟ عند ال blood vessels، وال blood vessels عملت لها كاري ونقلتها فين؟ لكل البادي. طب هل كل الفود هيحصل له دايجست ويتهضم؟ لا طبعا، في نوع من الفود معين مش بيحصل له دايجست، فاحنا بنسميه undigested food، بنسميه undigested food، بنسميه ايه؟ undigested food. يعني ايه undigested food؟ ده طبعا عبارة عن فود هو ما حصلوش بريك داون، هو not benefit، غير مفيد بالنسبة للايه؟ للبادي. ال undigested food ده هيعمل flow، هيمشي من عند السمول انتستين ويعمل فلو انتو لارج انتستين، هيروح عند مين؟ اللارج انتستين، هيمشي من عند السمول انتستين ويروح عند اللارج انتستين. يلا بينا ناخد اللارج انتستين. اللارج انتستين اول حاجة عايزين نعرفها عنها، هي عبارة عن تيوب، هي عبارة عن تيوب. start بتبدأ فين و end بتنتهي فين؟ انا عايز اعرف الوصف بتاعها، هي بتبدأ فين؟ start فين؟ قال هي start at end of small intestine، بتبدأ عند نهاية ال small a intestine، بتبدأ عند نهاية ال small a intestine. طب هي end فين؟ قال لي end at anus، بتنتهي عند ال a الانس. يبقى اول حاجة اللوكيشن، المكان بتاع large intestine، هي start فين و end فين، هي بتبدأ فين عند ال small intestine، بتنتهي فين بالانس. طيب ايه هي ال functions بتاعتها؟ ال functions يعني الوظيفة بتاعت ال large intestine ايه هي؟ قالي إيه؟ ان هي بتعمل absorb للwater from undigested food، بتبدأ تسحب وتمتص الووتر من المواد الغير مهضومة، فبعد كده طبعا هتتحول لسوليد ويستز. يبقى احنا كده نركز كده واحدة واحدة، احنا عندنا undigested food، undigested food، ال undigested food دوت هيبدأ يتحول جوه ال large intestine لسوليد ويست، لسوليد ويست. طيب هيحصل له ايه عشان ال undigested food يتحول للسوليد ويست؟ هيحصل له absorb، هيتم امتصاص مين؟ الوودر منه، هيتم امتصاص مين؟ الوودر منه. ده بيحصل فين الكلام ده كله؟ في ال large intestine. طب والسوليد ويست دي هتحصل فيها ايه؟ قال لي دي هتعمل out للبادي، هتخرج من الجسم through، عن طريق مين؟ عن طريق الانس، هتبدأ تعمل ايه؟ go out the body through anus، go out the body through anus. طيب احنا كده اللي فاضل لنا، خلصنا digestive system كله، اللي فاضل لنا بالظبط اللي احنا how to keep، how to keep digestive، how to keep digestive system healthy، ازاي نحافظ على صحة ال digestive system. number one، اول حاجة عندنا قال لي لازم نشرب مية كتير، drink big amount، drink big amount of water. number two قال لي كمان لازم نعمل show، يعني نعمل مضغة لل food well، show food a well، show food well. number 3 لازم نعمل ايه؟ قال لي don't eat، don't eat much fast meals، ما ينفعش ناكل وجبات سريعة كتير. كل الحاجات دي هتحافظ على ال digestive system healthy. يبقى احنا كده السمري والملخص بتاع ال digestive system، ان احنا الاول اخدنا فود، والفود ده كان
الماوس بدأ الماوس يعمل له كراش عن طريق التيس، وبعد كده عدى في سروت، وبعد كده راح عند الاسوفجس. الاسوفجس دوت بدأ ان هو ياخد الفود ويوديه عند الاستومك. الاستومك ديت هتاخد الفود وهتخليه عبارة عن صوبي ليكويد، صوبي ليكويد. طبعا ازاي؟ عن طريق ان هي هتعمل للفود دوت ميكس مع الاستوميك اسيد ومع كمان الدايجستيف جوس. بعد كده هتبدأ توديه عند السمول انتستين. السمول انتستين ديت هتبدأ تاخد الفود دوت بعد ما بقى صوبي ليكويد وتعمل له ميكس هي كمان مع الجوس اللي جاي من الليفر واللي جاي من البنكرياس. الجوسز بتوعها بيروحوا عند السمول انتستين عشان يساعدوها، والفود ده يتحول لإيه؟ يتحول الفود لنيوترينز. بعد كده بيبدأ يحصل في النيوترينز ديت حاجة، النيوترينز ديت بيبدأ يحصل لها ابزورب وبتروح عند البلد فيسلز الأوعية الدموية عن طريق الولز بتاعت مين؟ الولز بتاعت السمول انتستين، ويجي البلد ينقل النيوترينز ديت لحد مين؟ لحد الأول بادي، لحد الأول بادي. طيب وبالنسبة للفود اللي ما تهضمش في السمول انتستين احنا هنسميه undigested food، طعام غير ايه؟ مهضوم، طعام غير مهضوم. الطعام اللي ما تهضمش دوت هيتم منه absorb، هيحصل امتصاص للوودر اللي فيه. طبعا الكلام ده هيحصل فين؟ هيحصل in large intestine، in large intestine، وبعد كده هيتحول لايه؟ هيتحول لسوليد ويستز، والسوليد ويستز ديت البادي هيتخلص منها عن طريق مين؟ عن طريق الانس، فدي هتطلع عن طريق الانس او السايد ذا بادي، وكده يبقى الدايجستيف سيستم قام بالدور بتاعه كله. اشوفكم على خير ان شاء الله في حصه جايه مع ريسبيراتوري سيستم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.